بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو عادل يقول: ما المستفاد والدروس المستفادة من سورة العصر مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفته، وذلك لأن الله حكم بالخسار على كل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الذين آمنوا، الصفة الثانية عملوا الصالحات، الصفة الثالثة تواصوا بالحق، يعني يتآمرون بالمعروف تناهون عن المنكر، الصفة الرابعة تواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى قد يحصل عليه أذى فيصبر على ذلك. إذا توافرت هذه الصفات الأربع نجا المسلم من هذا الخسار. فهي سورة عظيمة، مع وجازتها واختصارها حوت معاني عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني أبو عادل يقول: الشيخ، ما المراد بأن العمل بالخواتيم وما الأمثلة من ذلك؟ العمل بالخواتيم يعني عند الموت ما يموت عليه الإنسان، إن مات على خير فهو من أهل الخير، وإن مات على شر فهو من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يدخلها. المدار على الخاتمة، ولذلك يجدر بالمسلم أن يسأل الله دائما حسن الخاتمة، وأن يكون دائما على عمل صالح، لأجل إذا جاءه الموت إذا هو على عمل صالح. يجدر بالمسلم إذا وقع منه خطأ أن يبادر بالتوبة ولا يؤجل التوبة. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ألا تقبل التوبة عند الغرغرة، ينتهي وقت التوبة. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إذا وقع منه خطيئة أو زلة، والله يتوب على من تاب لتكون خاتمته طيبة وحسنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل تكفي الفاتحة إذا صلى الإنسان فرض من الفروض ولم يصلي ولم يقرأ آيات بعدها؟ نعم، تكفي الفاتحة، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة لا بد منه على المستطيع الذي يحفظها، يستطيع قراءتها، وما تيسر معها من القرآن فهو سنة. إن قرأ بعدها فهو أفضل وصلاته أكمل، وإن لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا فصلاته صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الضابط الشرعي في تبييت النية في الصيام، سواء في رمضان أو في صيام النفل؟ أما صيام رمضان وصيام النذر وصيام القضاء فلا بد من النية قبل طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا في الفرض، صوم الفرض، صوم الواجب. وأما النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يحصل منه أكل وشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام بعد طلوع الفجر فله ذلك. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ، سوداني مقيم في الرياض، يقول: ما الحكمة من الأضحية؟ وإذا لم يضحي الإنسان لفقره هل يجزي، وهل الأضحية خاصة بالحج فقط؟ لا علاقة للأضحية بالحج، الحج فيه الفدية للقارن والمتمتع، والأضحية على أهل الأمصار وأهل البلاد الذين لم يحجوا. والحكمة فيها الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمره بذبح الذبح العظيم الذي نزل من السماء فداء لإسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، هو من سنة إبراهيم، ففي ذبحنا للأضحية اقتداء بأبينا إبراهيم.
المسلمين. وكذلك فيها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضحي ضحيتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد. فيه اقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وفيها عبادة لله، قال الله جل وعلا: صلي لربك وانحر. انحر يعني ذبح الأضحية وذبح الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. تذكر هذه السائلة بأنها تقول: أنا أحب وأبر والدتي أكثر من أبي، حيث أن والدي طلق والدتي وأساء إليها، وتعاملي مع والدتي ولله الحمد من البر والمحبة جيدة، أما أبي فبيني وبينه مسافة. البر واجب للوالدة وللأب، لكن بر الوالدة آكد، بر الوالدة آكد، لأنها عانت من المشقة الحمل والإرضاع والتربية أكثر من الوالد، فحقها آكد وبرها آكد. وأما المحبة هذه في القلب، والإنسان لا يملك المحبة هذه من الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يحب والديه حسب ما يسر الله له لذلك، لأنهما أعظم محسن عليه بعد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أقرضت زميل لي مبلغا من المال منذ 5 سنوات ولم يرد هذا المبلغ نذرا لظروفه وعسره، هل أخرج عنها زكاة أو أنه هو الذي يخرج الزكاة؟ إذا كان معسرا ولا تدري هل يقدر على الوفاء أو لا يقدر، فلا تزكيها حتى تقبضها، لا تزكيها حتى تقبضها عن سنة واحدة. أما إذا كان موسرا فإنك تخرج زكاتها كل سنة، زكاتها عليك أنت، لأن المال مالك في ذمته، مالك في ذمته، أنت تزكي مالك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الصيام الجماعي للأسرة في البيت للاثنين والخميس، وكذلك قيام الليل يصلون في البيت في غير رمضان. لا، الصيام الجماعي لا بدعة، الصيام الجماعي كل يصوم بدون ارتباط بالآخرين، لا مانع أن البيت يصومون، لكن ما يكون هذا عن اتفاق منهم، وإنما كل يصوم يريد الأجر. وكذلك القيام، قيام الليل إلى صاروا جماعة في بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على هذا لا يجوز إلا في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. تذكر هذه السائلة بأن لديها بعض الحيوانات والطيور، تقول: نسافر إلى بلدنا في أبها ونتركها في الرياض، ونوصي بعض من أقاربنا بالاعتناء بها، ولكنهم ينسون، وقد تركوها فترة فماتت بعض الطيور من العطش والحر في صيف العام الماضي، هل يلزمنا شيء؟ إذا أوصيتم على هذه الطيور والحيوانات من يقوم عليها ممن تثقون به، فإنها تنتقل مسؤوليتها من ذمتكم إلى ذمة الوصي عليها، فإذا فرط فهو الذي يأثم، أما أنتم فلا إثم عليكم لأنكم لم تفرطوا، إنما الذي فرط هو الوكيل. نعم. يستبشر المؤمن، تقول السائلة، في هذه الأيام بالذهاب إلى مكة للعمرة، فما هي السنة لمن حاذ الحجر الأسود وكذلك لمن صعد الصفا، وماذا يقول على الصفا والمروة؟ العمرة في كل وقت، ما هي في هذه الأيام خاصة، بل هي في على مدار السنة في كل وقت. وأما إذا أراد أن يطوف، إنه إذا حاذ الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله إن تمكن، فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه ويقول الله أكبر، يشير إليه ويقول الله أكبر في كل شوط. إذا تيسر التكبير هذا متيسر عند المحاذاة، وأما التقبيل فهذا قد لا يتيسر. وكذلك إذا صعد على الصفا يريد السعي فإنه يقول لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، توجه إلى الكعبة ويقول هذا الذكر، ويقول لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا شيء قبله ولا بعده. هذا مستحب. لو أنه صعد الصفا ينوي السعي ولم يقل شيئا فسعيه صحيح، لأنه ترك سنة فقط. نعم. وردنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: تكثر في المحلات التجارية وخصوصا في بداية المواسم عروض للبيع وللمنتجات، شرط أن تشتري، وشرط شراء علبة وفتح هذه العلبة لتجد الجائزة المخصصة له، وقد تكون دراجة
دراجة أو سيارة أو غيرها، فما حكم الشراء من هذه البضاعة وما حكم التجارة التي تتخذ مثل هذا الأسلوب؟ هذه الجوائز لا تجوز، وهي من الميسر، وهي من الميسر، وأيضا فيها إضرار بالآخرين من جيرانه من أهل المحلات، حيث أن الناس يصرفون إليه يريدون الجائزة ويتركون مع أهل المحلات الثانية، فيها أضرار على تجار أصحاب المحلات أن يتركوا هذه العادة السيئة، من جاءهم يشتري منهم يبيعون عليه بدون جائزة، ومن راح لإخوانهم فلا شك دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لي أخ كبير في السن وعند تكبيرة الإحرام يقول في صيغ الاستفتاح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ما الصيغ الواردة في ذلك وهل هذا الدعاء؟ ما في صيغ إلا الله أكبر، تكبيرة الإحرام هي بهذا الله، الله أكبر، ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ولا يقول الله أكبر كبيرا، هذا غير مشروع في هذا الموطن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يسأل عن تكبيرات صلاة العيدين، الزيادة فيها والنقص والقراءة في الركعتين في هذه الصلاة. أما التكبير فهو سنة، تكبيرات الزوائد سنة، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرات الانتقال من الركوع والسجود والقيام، تكبيرات الانتقالات واجبة، واجبات الصلاة، وأما الزوائد تكبيرات الزوائد فهي سنة، إن أتى بها فهذا أفضل، وإن تركها فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة، والقراءة تجب قراءة الفاتحة في صلاة، في كل صلاة، في صلاة الفريضة وصلاة العيد وصلاة النافلة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا يصح إلا بقراءة الفاتحة، وما زاد عليها من القرآن فهو سنة. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: أنا في 70 من عمري وكنت أبيع وأشتري في محلات الخضروات، وهناك الحقيقة أمور مالية لبعض الناس عندي أخذتها جهلا مني، وهذه الحقوق أود أن أردها مع أن هؤلاء قد ماتوا وأولادهم تفرقوا، كيف يبرئ الإنسان ذمته من حقوق الآخرين؟ لا يبرئ ذمته إلا بردها عليهم إن كانوا أحياء، أو بردها إلى ورثتهم إن كان أصحابها قد ماتوا يرد إلى ورثتهم، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأنها باقية في ذمته، لا بد من أدائها إليهم أو إلى ورثتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن آيتين كريمتين، الأولى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذا ضعيف الإيمان أو المنافق، يعبد الله على حرف يعني على طرف من الدين غير متمكن، فإن أصابه خير اطمأن به وفرح به، وإن أصابه غير ذلك فتنة، إن أصابه فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، هذه حالة المنافق، وقد تكون حالة ضعيف الإيمان كذلك. نعم. والآية الثانية يسأل عنها: وقوموا لله قانتين. هذا المراد به السكوت في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الإسلام ثم نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين. المراد بالقنوت هنا السكوت وترك الكلام في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. مصري مقيم بجدة يقول: فضيلة الشيخ، عند بعض الناس من في معي في الغرفة يقول بأن من كان اسمه محمد فلا يضره شيء ويحفظ حتى عند مماته. غير صحيح، كم من اسمه محمد وهو شقي وهو فاجر منافق، الأسماء لا تغني شيئا إلا مع الصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل، ولكنه يمكن سمع بحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن بعض العوام يقول خير الأسماء ما عبد وحمد، وهذا غير صحيح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. السائل ألف ألف من جازان يقول: ما معنى الاستواء في الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ استوى على العرش يعني على عليه وارتفع ارتفاعا واستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ أرجو إجابة في ذلك، وهل للتوسل أقسام؟ التوسل بذاته أو بذات غيره لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك وبدع. أما التوسل
دعائه، وما إن كان حيا يطلب منه الدعاء، هو وغيره من الصالحين يطلب الدعاء، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء هذا مشروع، وأما التوسل بالأموات واتخاذهم وسائط عند الله فهذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، وإن تقرب إليهم بشيء من العبادة فهذا شرك أكبر، ما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. هذا الشرك أكبر والعياذ بالله إذا صرف لهم شيئا من العبادة. أما إذا توسلوا بهم بذواتهم ولم يصرفوا لهم شيء من العبادة هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول السائل: أخي رزق بولد ويريد أن يسميه باسم الوالد، فالوالد لا يحب ذلك، فضيلة الشيخ، تسمية الولد والبنت باسم الوالدين؟ لا بأس تسمية الوالدين على الوالدين، إلا وإذا كان الوالدان لا يرغبان ذلك فإنه يتجنب هذا الاسم، والأسماء كثيرة، لكن عليها أن يختار الاسم الطيب والاسم الحسن. نعم. بقي من أسئلة السائل من جمهورية مصر العربية هذا السؤال نختم به هذه الحلقة، يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، إن الله يظهره على شيء من الغيب معجزة له وحجة له، وفي ذلك مصلحة له ولأمته، وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى أن أحدا يعلم علم الغيب دون الله فإنه كافر، هذا ردة عن دين الإسلام نسأل الله العافية، سواء ادعى هو أنه يعلم الغيب أو من ادعى له ذلك فإنه يكفر المدعي. نعم. الفقرة الأخيرة في رسالة السائل يقول: هل يكفي النطق بالشهادتين للداخل في الإسلام أم لا بد من أن يدرس أمور العقيدة حتى يكتمل الإسلام؟ يكفي النطق بالشهادتين ثم يتعلم ما يجب عليه، بعد النطق بالشهادتين يلزمه أن يتعلم ما يجب عليه من إخلاص العبادة لله، من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، يلزمه ذلك. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، على ما بينتم لنا وأجبتم للإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر زميلي الذي سجل هذه الحلقة عبد الله السلولي من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.